نرجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وزي ما بنركز دايما من خلال مصر جميله ازاي ان احنا نوجه ابنائنا بشكل صحيح، خلونا نعرف كمان ازاي ان احنا نساهم بشكل كبير جدا في تطوير التعليم في مصر، خصوصا ان احنا دايما بنقول ان هو اساس التنميه. وزاره التربيه والتعليم، التربيه والتعليم، خلونا نشوف ازاي ان احنا نتعامل مع ابنائنا بطريقه صحيحه، وازاي ان احنا نطور عقلهم بطريقه صحيحه من خلال ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده. اسمحوا لي ان انا ارحب بالاستاذه صفاء عبد الواحد الخبيره التربويه، وكمان الاستاذ اشرف عفيفي خبير التعليم. اهلا بيكم ومنورينا في مصر جميله. شكرا حقيقي. الحقيقه من الملفات المهمه جدا لينا بالنسبه لنا الفتره اللي جايه هي التعليم والصحه والاستثمار في التعليم. ايوه، الاستثمار في التعليم، انت سمعت صح. لما بتعلم ابنك كويس بتستثمر فيه، ليه؟ لانه بيطلع نبغى، بيطلع مبدع، بيطلع منتج، بيطلع عايز يعمل حاجه لبلده. كلام كتير جدا هنوصل له لما نحبب الاولاد في الدراسه، نغير المناهج، ما تعتمدش بس على الحفظ، لا، الحفظ وفي بحث علمي وفي نعمل مسابقات. عشان كده خلينا نتكلم بس مع مدام صفاء الاول على موضوع المسابقات، وازاي نقدر ان احنا ناهل الطلبه الاوائل ونحببهم ان هم يعملوا ريسيرش ويحفظوا ويشوفوا هيعملوا ايه عشان يبقوا من الاوائل ويسابقوا في المسابقات دي. المسابقات دي اهميتها ايه؟ المسابقات دي بدايه كده لازم الطلبه الاول تحب المدرسه علشان تحب التعليم. فيحبوا المدرسه ازاي؟ بتجتذبهم انت بايه؟ بالانشطه، بالمسابقات، مسابقات بقى اوتيفر هي في ايه؟ مسابقات علميه في المواد العلميه كلها، مسابقات في الانشطه التربويه كلها، سواء كانت ارت، ميوزك، يعني اي نوع من انواع الانشطه، رياضه، ايا كانت، اي ما كانت، يعني اوتيفر هي ايه. الانشطه دي اللي بتخلي الولاد فكرهم يعلى، بتخلي الولاد بيحبوا قوي ان هم يقضوا يومهم في المدرسه، بدايه من اول الصبح ما بيجوا لغايه اخر النهار لما بيمشوا. في وسط الحصص الدراسيه دي لو ما تخللهاش الانشطه دي مش بيبقوا مستوعبين قوي، يعني هم عشان يستوعب الماده العلميه انت لازم تديله وقته ان هو ينشط فكره، بينشط فكره بالانشطه اللي احنا بنعملها دي. بنعمل مسابقات اول الطلبه، احنا اخذنا طبعا كمدارس مسابقات اول الطلبه دي على مستوى المدرسه الاول بين الصفوف وبعضها، بعد كده المراحل، بعد كده على مستوى الاداره التعليميه اللي انت فيها، على مستوى المحافظه، على مستوى اكتر من محافظه. كل ما انت بتطلع، كل ما بتاخد خطوه في المدرسه، الخطوه دي بتاهل الولاد ان هم ياخدوا خطوه اكبر، علشان كل ما كان في نشاط، كل ما كان في يعني حافز للولاد، بيبقى في حافز، بيبقى فكرهم بيعلى قوي، بينشطوا جدا في الماده العلميه اللي انت اصلا بتؤهلهم ليها. كمان مسابقات اوائل الطلبه دي بتعلي قوي فكرهم في ان هم يتعلموا حاجه جديده، مش بس يحفظ الدرس عشان يروح يمتحن فيه، لا، ده انت بتطلع اكتر، بتقرا اكتر، عشان المسابقات دي بيبقى فيها اسئله بره المقرر، يعني انت ممكن تسال سؤال عام، عشان تسال سؤال عام وتجاوب عليه لازم تكون قاري. عندك القرايه طبعا انتوا عارفين ان القرايه الى حد كبير قلت عن زمان، زمان احنا ايامنا كنا الكتاب اساسي في حياتك، دلوقتي الولاد بيستسهلوا ويطلع من على النت، يعمل سيرش كده ويطلع عايز حاجه يقراها، ما بقاش مهتم قوي انه يمسك كتاب ويقراه. احنا بنشجع دي بقى، بنحاول نرجعهم تاني ان هم يقروا ويطلعوا ويعملوا ابحاث عشان يدخلوا بيها مسابقات اول الطلبه اللي بيفوزوا بيها ان شاء الله. علشان ده كله يحصل لازم الاساس عندي ان الطالب يكون حابب المدرسه بشكل أكيد. كبير جدا ان الطالب أكيد. يكون حابب المناهج والعمليه طبعا. التعليميه. واعتقد ان احنا شويه بنتكلم عن تطوير التعليم في مصر، واعتقد ان احنا كمان بنتكلم عن ازاي ان احنا نغير في منظومه التعليم. استاذ اشرف، النهارده احنا محتاجين ايه عشان نوصل بالطالب والطالبه في المدرسه ان هو يكون عنده شغف بالمسابقات والمشاركه والقراءه والثقافه؟ طبعا الاستاذ حاتم لما كان بيتكلم قال الاستثمار في التعليم، وعاد الكلمه دي اكتر من مره، ففعلا اعظم استثمار هو الاستثمار في التعليم. الدول اللي بتقوم والامم اللي بتقوم على القوه وعلى المال عمرها قصير جدا. صح. الدول اللي بتقوم بالاستثمار في التعليم وبتحاول بقدر الامكان تقوم على منظومه تعليميه قويه هي الدول اللي بتستمر. وفي مثال بسيط حي في ماليزيا مثلا، الرئيس الماليزي مهاتير محمد، انت ايه الثوره اللي انت عملتها الاقتصاديه الرهيبه دي؟ قال لما كنت بتوجه للصلاه بتوجه لمكه، لما كنت بتوجه للتقدم العلمي بتوجه لليابان. نفس الكلام قاله تقريبا رئيس سنغافوره لما اتكلم على النقطه دي، قال بدل ما اشتري سلاح بكميات كبيره جدا كل المبلغ ده او الاموال دي كلها وجهتها للتعليم، فاصبحت سنغافوره من دويله صغيره كام جزيره الى قوه اقتصاديه هائله. نفس اللي عمله النهضه اللي في الصين حاليا، دلوقتي احنا بناخد نماذج حيه. 30,000 شاب صيني هم اللي عملوا النهضه اللي حضرتك شايفها دلوقتي. صحيح. الصين لما بدات
من 1975 النهضه بتاعتها بدا يجيب ناس سفرهم كل دول العالم، كل خصوصا في الهندسه والاقتصاد وفي الاستثمار او الاداره الحديثه. تعال شوف الصين النهارده عامله خطه خمسينيه مش خمسيه تنتهي 2028 تسود بيها العالم. خلينا حتى في مصر، يعني لما بنتكلم عن الدوله المصريه الحديثه، الدوله المصريه الحديثه محمد علي ما كان بيرسل البعثات محمد علي ارسل بعثات الصين عملت زيه بالظبط، ارسل اول بعثه الى ايطاليا كم واحد كده على صبع اليد، ثاني سنه 44 واحد بعتهم ايطاليا، البعثه الخامسه 1844 بعت حوالي كم كبير جدا منهم يعني اولاد. احنا كنا في مصر احنا الاول اللي بادين بالتطور ده. لا ايوه اولاده للاسف اولاده واحفاده بعتهم في البعثه الكبيره دي. ده اللي انتبه له سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما زار اليابان اخر مره. زار مدرسه ميامي في طوكيو وبدا بالتعليم الاساسي، ما راحش جامعه ما راحش بدا ليه؟ قال البدايه هتكون من هنا. اكيد. وفعلا المساله دي عشان تتم انا عندي كذا عنصر. اول حاجه عندي انا هتكلم بسرعه كده سريعا ايجاز. عندي المعلم. المعلم هو حجر الزاويه لاي ناحيه تعليميه. المعلم عشان يدي صح لازم يكون مرتاح ماديا واقتصاديا، ولازم يكون هو متعلم صح فقد الشيء لا يعطيه. لازم يبقى فاهم بيقول ايه. دي مشكلتنا في مصر، المدرس وازاي نأهل المدرس. فاهم بيقول ايه عشان يقدر ان يكون بس مش بس دلوقتي يكون للاسف مش دلوقتي. يعني يكون متدرب صح، يكون عايش حياه كويسه، هيقدر يقول اللي هو عايزه. الطالب احنا كلنا هنا قاعدين ليه؟ وبنتكلم في ايه؟ في خدمه الطالب. صح. في المدرسه، في البيت، في كل حته احنا كلنا في خدمه الطالب. بس الطالب مش عاوزينه مجرد متلقي. احنا مش قاعدين في خطبه الجمعه، الاستاذ يقول وهو يسمع، لا. ده لازم يكون في تفاعل، الطالب يقول، الطالب يشارك، الطالب بيفكر، الطالب بيعمل بحث، ولازم الدرجات تتغير، يبقى اغلب الدرجات على النشاط وعلى الفئ وعلى ده اللي بيقوم بيه مسابقه اول الطلبه بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنها، انه لازم الطالب يشارك في المسابقات دي عشان فكره يكبر وينمو يبقى بيقدم حاجه كويسه يعني. والحاجه الثالثه المهمه التعليم، المناهج. المناهج مش اجيبها من بره واطبقها في مصر، كل بلد ليها وضعها وكل بلد ليها ظروفها. اجيب المناهج او اشوف الطريقه ايه واجيب المناهج اللي تناسبني انا كراجل مصري. ايه اللي ممكن ما يكونش مثلا المدرسه عباره عن ابنيه وعباره عن حيطان وعباره، لا، المناهج لازم يكون في الشخص اللي هيقدر يدير المناهج دي كويس جدا، لازم يكون في المعامل اللي تقدر تحبب الطالب تخدم على الطالب ان هو يشتغل فيها. يعني هترجع تاني لاعداد المدرس الصح طبعاً. اللي يعمل عمليه تعليميه صح برضه دور مهم قوي للاسره في البيت. النهارده الاب قاعد في الموبايل والام قاعده على لا، لازم يكون في صحيح مشاركه، لازم بتعمل ايه ما هي عمليه متكامله ما بين البيت والمدرسه. يعني السيطره الاثنين مع بعض، السيطره للموبايل والساتلايت والنت، فين البرامج البرمجه وفين هي الحقيقه منظومه متكامله كلها بشكل كبير جدا اكيد بيشارك فيها البيت والمدرسه مع بعض والمجتمع كله ككل في ان احنا نطلع طالب على مستوى مطلوب منه ان هو يقدم حاجه لبلده، ان هو يكبر وان هو مستقبل البلد دي في الطلبه دي. صحيح. بس اكيد نبتدي من النشء من الصغيرين خالص ناسس فيهم صح يطلعوا صح ان شاء الله. ان شاء الله يعني نصل بمنظومه التعليم في مصر ومنظومه الصحه بالشكل اللي يتناسب مع طبيعه. محتاجين بس نغير فكرنا شويه، محتاجين نغير حاجات كتير قوي. بدايتها ان الاب والام اصلا يعني يهتموا قوي بتربيه طفلهم، يهتموا قوي، مش يقولوا هو لسه صغير لسه ما خدش مواد علميه كفايه لسه، مش لما يكبر نبقى لا، ومن بدايه من صحيح. البدايه من احنا لازم نشتغل على نفسنا احنا أكيد. عشان خاطر اولادنا يبقوا احسن. كأم واب لازم نشتغل صح، بعد كده نطلب المدرسه تشتغل صح. كل ما الواحد ما بيكبر كل ما بيرجع تاني يقول يا ليت الشباب يعود يوما، يا ريت يوم من ايام المدرسه. لما بتبقى في سنة وتقول يا ريتني كنت في احلى ايام ايام المدرسه، لما تبقى في جامعه تقول يا ريتني ارجع تاني المدرسه، احلى ايام فعلا ما كانش فيه عليك ستريس ولا مسؤوليه ولا اي حاجه. وبتتعلم وتروح تنزل الصبح مشرقب كده، حلو مشرقب دي ومشرق كده وجميل والحياه كانت لذيذه. فنحاول ان احنا نحب الدراسه بتاعتنا ونحب مدرستنا ونشرقب عشان خاطر نقدر نستوعب ونبقى حاجه كويسه ان شاء الله، نخش الجامعه اللي احنا عايزينها باذن الله. مفيش اي قلق يا رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نخطو خطوات سليمه وصحيحه في هذا الموضوع، لان هو ده اساس التنميه في اي دوله، التعليم، الصحه. اعتقد ان دول اساسيات بنطالب بيها في المجتمع المصري. احنا بنشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، الاستاذه صفاء عبد الواحد الخبيره التربويه، استاذ اشرف عفيفي في الخبير التعليمي، نورتونا. وان شاء الله التعليم في مصر يكون من افضل التعليم على مستوى العالم باذن الله، مش هنقبل باقل من كده، وده اللي مطلوب في الوقت الحالي. ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم ونواصل لقائنا مع مصر جميلة. مرسي ليكم.